الكريزة مش لازم تستخدمينها السميد الناعم لأنها ما رح تمسك معكم، فالأفضل تستخدم السميد الخشن حتى تمسك معكم. الوصفة هاي رح استخدم فيها الكوب المعياري. طبعا بغض النظر عن حجم الكوب، يعني بدكم كوب معياري بدكم كوب عادي برجع لكم، بس حسب كثافة الطبقات اللي انتو بتحبوها. تمام، احنا موافقين. يا أول إشي ساخنة ولا؟ لا عادي. أوكي. يا أول إشي رح أنزل المي عشان تلحق تسخن. رح نحط هون 4 أكواب من المي. الحلو في الكريزة مكوناتها بسيطة ومتوفرة بكل بيت، وأغلب البيوت بتحبها. تمام. بس هلأ أنا رح أحكي كم تفصيلة. في ناس بتحب تستبدل، طبعاً الكريزة الحديثة خلينا نحكي. في ناس بتحب تستبدل المي بالحليب عشان تكسب فائدة الحليب، أكيد برجع لهم. تمام. السميد اللي رح نستخدمه هو السميد الخشن اللي إحنا بنستخدمه للبسبوسة، مش لازم نستخدم السميد الناعم. تمام. هون كوب من السميد الخشن، رح أحط عليهم هون 3/4 الكوب من السكر. أوكي. السكر ذوق شخصي، يعني أيوة ممكن تحط أقل، تحط حد نص كوب، بس صراحة طيابة الكريزة. تمام. لأنه هي ما فيها شيء، يعني بس مي وسكر وسميد، فعشان هيك لازم تكون حلوة. تمام. منحركها ومنضلنا نحرك حتى تجمد معنا زي ما كنتوا شايفين. هلا هون بالنسبة لملون الطعام، ملون الطعام بنحطه في البداية، لازم نحطه في البداية. رح أعمله هون باللون الأحمر. طبعا الكريزة المعروفة عنا هي لونين، اللون الأبيض واللون الأحمر. طيب. هلا رح أحكي بالنسبة للكريزة. الكريزة مش لازم نستخدمينها السميد الناعم لأنها ما رح تمسك معكم، فالأفضل تستخدم السميد الخشن حتى تمسك معكم. شغلة ثانية بالنسبة للكريزة، في ناس بتستبدل زي ما حكيت لكم المي بالحليب السائل، وفي ناس كمان بتحب تدخل نكهات للكريزة، مثلا ممكن تعملوه بعصير التوت تطلع معاكم نكهة الحمضيات فيها. ممكن أول طبقة تكون بدون نكهة والطبقة الثانية تكون بنكهة. هلا هون بنحط بهاي الطريقة، طبعا على طول بنشيلها عن الغاز لون وبننزلها فوق الطبقات. طبعا هاي الخطوات كثير مهمة لأنه بسرعة بيجمد معنا السميد، وكمان بترتبوا الوجه على طول قبل ما إنها تجمد معكم. يعني التفاصيل كثير صغيرة. ماء الزهر بنحطه في الأخير، طبعا هون أنا نسيت أحط ماء الزهر. وآخر إشي بنمسكها هيك شوي بنهزها حتى نرتب الوجه. طبعا السميد ليش ضروري؟ ماء الزهر ضروري حتى ما تكون ثقيل السميد على البطن. كريزة أو حلاوة السميد تسمى؟ نعم. كوب سميد، 3/4 الكوب سكر، لتر ماء، ماء زهر، وملون طعام.